سلام من الله عليكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أكلات الشعوب. أتمنى لكم مشاهدة طيبة. أعزائي المشاهدين، ستكون حلقتنا لهذا اليوم أيضا من اليمن المتنوع في أصنافه العديدة واللذيذة. اليمن رسميا الجمهورية اليمنية، دولة تقع جنوب غرب شبه الجزيرة العربية في غربي آسيا، تبلغ مساحتها حوالي 500,000 كيلومتر مربع، يحدها من الشمال السعودية ومن الشرق عمان. لها ساحل جنوبي على بحر العرب وساحل غربي على البحر الأحمر. تشرف الجمهورية اليمنية على مضيق باب المندب، ولديها عدة جزر في البحر الأحمر وبحر العرب، أهمها جزيرة سقطرة، وهي الدولة الوحيدة في الجزيرة العربية ذات نظام جمهوري. العاصمة صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية، ويحتوي التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية على 20 محافظة بالإضافة إلى أمانة العاصمة. الدين واللغة، الإسلام دين الدولة ولغتها هي العربية. السكان، بلغ عدد سكان الجمهورية اليمنية وفقا للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن إلى 21 مليون نسمة تقريبا. العملة الريال. التضاريس، تتميز اليمن بتنوع مظاهر السطح، ولذلك تم تقسيمها إلى 5 أقاليم جغرافية رئيسية، هي إقليم السهل الساحلي، إقليم المرتفعات الجبلية، وإقليم الأحواض الجبلية، وإقليم المناطق الهضبية، وإقليم الصحراء. المناخ، تطل اليمن على بحرين هما البحر الأحمر والبحر العربي، لكن مناخ اليمن لم يستفد من الخصائص البحرية كثيراً سوى في رفع درجة الرطوبة الجوية على السواحل، حيث أن تأثير هذين البحرين في تعديل خصائص مناخ الجمهورية محدود جداً، يقتصر على الرطوبة وتعديل بعض خصائص الرياح، بينما دورهما في حالة عدم الاستقرار الجوي محدود. تسقط الأمطار في اليمن في موسمين، الموسم الأول خلال فصل الربيع مارس إبريل، والموسم الثاني في الصيف يوليو أغسطس، وهو موسم أكثر مطراً من فصل الربيع. السياحة، لقد خص المولى سبحانه وتعالى اليمن بتضاريس متنوعة ترسم لزائرها لوحة شاملة وخلابة وخارطة طبيعية شاملة تجمع بين السهول والجبال الشاهقة والقيعان والأودية الخصبة والتلال والهضاب والشواطئ والصحراء، وبمناخ متنوع ساحلي وصحراوي وجبلي، فانعكس هذا التنوع في الأرض والمناخ في تنوع ثقافي شمل عادات الناس الاجتماعية وأزيائهم وموروثهم الشعبي، بالإضافة إلى التنوع في المخزون الأثري لكل منطقة والناتج عن عراقة التاريخ والحضارة الممتدة في أعماق الزمن، مما يضفي على اليمن تميزاً وخصوصية لما تمتلكه عن كثير من البلدان. حياكم الله أعزائي المشاهدين مجدداً من مطعم دار الشواية، سنقدم لكم طبخة الزربيان. هذه الوجبة التي تعد وجبة يمنية شعبية، ولو أنها في الأساس هي وجبة هندية انتقلت بالرحلات المختلفة أثناء التجارة في العصور الماضية إلى عدن، وعدن هي المحافظة الأشهر في تقديم هذه الوجبة. بداية سيقدم لنا هذه الوجبة الشيف محمد الحرازي. طبخة الرز الزربيان. حياك الله محمد، كل عام وانت بخير ان شاء الله. وانتم بخير ان شاء الله، والشعب اليمني وعمال المطاعم والمعلمين ان شاء الله، ان شاء الله بخير وسلامه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، في البدايه نقدم لكم مقادير هذه الوجبه كما تفضل باعدادها الشيف محمد. هي عباره عن زيت والدجاج، دجاجه كامله مقطعه حبه كامل، والرز 2 كيلو، 2 كيلو تقريبا، 2 كيلو ما يزيد شويه، والبصل، بصل مقطع، مقطع، والثوم، ثوم مفروم، والبهارات عباره عن
هرد وفلفل اسود وكاري وكاري وكمون وقرفه وهيل وورق الغار والفلفل الاخضر. فلفل اخضر هذا للزينه تقريبا استخدام صح؟ هذا بصل شرائح. نعم. بصل شرائح. الزبادي والبطاط وبطاط مقطع الى شرائح. الان اترككم مشاهدينا الكرام مع الشيف محمد الحراسي لتقديم وجبه اليوم الزربيان. بدايه الزيت كم نضع ملاعق تقريبا؟ ثلاث او ثلاث يزيد عن ثلاث. ثلاث ونصف تقريبا زيت. وفي البدايه انت كنت مسخن القدر قبلها صح؟ ايش؟ القدر ساخن يعني. نعم. بعد نضع البصل. نضع البصل. ثم القرفه. تمام. ثم حرك لو ما يصفر البصل. يتم التحريك حتى يصبح اللون ذهبي. ايوه. الان نضيع الدجاج. نضيف الدجاج الى البصل. يتم تقليب الدجاج. والآن نضيف الثوم. ونضيف الثوم الآن. الثوم ثم البهارات المشكلة. ويتم إضافة أيضا البهارات المشكلة. الفلفل والكاري طبعا حسب الرغبة، اللي يحب يكثر يقلل. والحرد ويتم ايضا التقليب المحتويات. تقريبا نستمر في التقليب لمدة 5 دقائق. ثم نضيف إليه الزبادي. نضيف الزبادي. أيوة. وتحريك الدجاج مع المكونات. الزبادي والبهارات. يتم التقليب تقريبا كم يا محمد مع الزبادي؟ دقيقتين ثلاث. من دقيقة إلى 3 دقائق حتى نرى المادة متماسكة تقريبا صح؟ نعم. نضيف الآن البطاط. البطاط المقطعة إلى مكعبات تقريبا. ورق الغار. بعض من ورق الغار. والطماط والفلفل الاخضر. الطماط المعصور. طبعا الفلفل الاخضر حسب الرغبه، من يحبه حار كثر، من لم يرد. ويتم التقليب المكونات كامله لمده 3 دقائق. 3 دقائق نستمر في تقليب المكونات المختلطة مع بعضها البعض. والآن نضيف لها 2 كوب
كوبين من الماء يتم إضافتها إلى الخليط. هذا الكوب الأول، وسنضيف كوب آخر. ونستمر في التقليب أيضا. الآن نسوي الرز. نضيف الرز. طبعا محمد بننقع الرز قبل الإضافة مدة نصف ساعة تقريبا، صحيح؟ بحوالي نص ساعة 35 دقيقة يتم نقع الرز قبلها في الماء، في ماء ساخن، في ماء ساخن. طبعا إضافة الرز تكون بحسب المقدار اللي لدينا من الدجاج والخلطة تقريبا، لديك من الدجاج والخلطة والبهارات. نظل نقلب بعد ما تختلط الخلطة كامل. الآن نضيف إليه الزعفران، قليل من الزعفران باللون الأصفر ولا الأحمر في أي لون على حسب الرغبة، أحمر على أو أصفر على حسب الرغبة. نخفض النار على القدر، ينضج على نار هادئة لمدة نص ساعة. يظل نصف ساعة؟ يظل نصف ساعة. تمام، نغلق القدر بإحكام علشان البخار هو اللي بينضج تقريبا الرز. مشاهدينا الكرام، كما قال الشيف محمد، نحكم تغطية القدر وننتظره لمدة نصف ساعة. لقونا لكي نريكم كيف سيتم تقديم هذه الأكلة. مشاهدينا الكرام، كان هذا طبقنا لهذا اليوم، الزربيان من مطعم دار الشوية. قد تم تزيينه كما تشاهدون بشرائح البصل المقلي وبشرائح الطماطم. أتمنى أن يكون قد نال استحسانكم. لا يمكنني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أقول لكم بالهنا والعافية. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من وجبتنا لهذا اليوم. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، كونوا برعاية الله.